السلام عليكم. وعليكم السلام. أبغى أسأل عمرك. تفضل. فيها عندي زوجتي عندها عرض سكنية وهم أجتام، وكانت على رباهم جدهم أو أبوهم، وبعدها توفى جدهم وملكوا الأرض هذه عمانهم ولا أعطوهم شيء من هذا، وذلك أنهم أرسلوا على جدهم على الخير، أرسلوا ورقة عشان يوقعون عليها، ما يدروا على إيش يوقعون، وهم وقعوا عليها ما يدرون مسافر، وراحوا طلع عليها فك وسووا لهم فيها عماير، طلع عليها فك وسووا لهم فيها عماير ولا أعطوهم شيء من هذه الأرض. يا أخي هذه فيه ارتداد يا شيخ. طيب أقول هذه مشكلة تراجعون المحكمة فيها، إذا كنت كما ذكرت أنه أخذ حق الأيتام وتصرف فيه لنفسه تراجعون، هذا ظلم، وتراجعون المحكمة فيه. نعم.